بتوفيق من الله عز وجل والوطنيين الأحرار اللي اشتغلنا مع بعض وصلنا لهذه الموازنة الجديدة. بدأت زدنا وصلنا في تقوية الإنتاج وعدم الاستيراد بدون حرمان المواطن من أي شيء، رغم محاولات أخرى لخلق البلبلة وخلق الندرة تاع بعض المواد. وصلنا اليوم الاحتياط نتاعنا راه ضعف، بالتقريب ضعف الاحتياط اللي وجدناه. ما قلناش حنا كاين البلاد غنية، البلاد اللي كان يخطوها اللصوص تمشي بعيد. إذن اقتصادنا يتقوى إن شاء الله ويزيد يتقوى أكثر. اليوم احتياطنا الصرف الحقيقي راه يفوت 70 مليار دولار.